بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين الكرام، مرحبا بكم في برنامج الأستاذ. قبل أن نبدأ فقراتنا نود أن نتعرف بالأستاذ حسام واسم فرقتك. حسام جيوش زيدان، من مؤسسين فرقة أنوار النبي. أمسك معك أستاذ. حسام جيوش زيدان من مؤسسين فرقة أنوار النبي، أنا والأستاذ النوارة. نود أن نشكر رجل الأعمال الأستاذ مصطفى الكحيلي الراعي الرسمي لبرنامج المواهب الشابة، ونود أن نشكر أسرة الأستوديو، وإن شاء الله نقدم لكم حاجة تعجبكم. عرفنا بالسادة الضيوف. الأستاذ الضيوف: الأستاذ محمد صلاح منشد ديني، الأستاذة ريهام عربي منشدة، الأستاذة نوار أحمد منشدة، الأستاذ أحمد حربي منشد، الأستاذ يوسف محسن إيقاع، والأستاذ مؤمن عبد الحميد إيقاع. اهلا بكم يا استاذ. اهلا وسهلا بحضرتك، وان شاء الله باذن الله تعالى يعني هنبدا فقراتنا على طول عشان نستفاد ان شاء الله. يعني هنسمع ايه على طول؟ هنخش في الموضوع على طول. نسمع ايه؟ ان شاء الله هنسمع نشيدة الله 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 على نور رسول الله. يلا يا استاذ، يلا يا استاذ. الله 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 على نور رسول الله، الله الله على نور رسول الله، الله 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 على نور رسول الله، الله الله النبي حنين،
الله، هي الحلاوه دي. عايزين نسمع حاجه عن طلع البدر. طلع البدر علينا. يلا. سلام. الله 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 الله، ما لنا مولا سوى الله. الله 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 الله، ما لنا مولا سوى الله. كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. الله 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 الله، ما لنا مولا سوى الله. الله 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 الله، ما لنا مولا سوى الله. كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا. أنت شمس، أنت قمر، أنت بستان الزهور. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داعي. طلع النور المبين، نور خير المرسلين. نشكر الاستاذ مصطفى الكحيالي ان هو بيدعم هؤلاء الشباب، يعني ما شاء الله المواهب دي لم نرى جمالا مثل هذا الجمال يعني. هذه الحلقه والله روعه يعني، والله حاجه تشرف. عاوزين يا نور المدينه. تمام. قبل ان شاء الله يا نور المدينه، بس احب كده اتكلم كلمتين يعني على السريع. احب طبعا اشكر اهلي، اخواتي بيدعموني طبعا، واساتذتي طبعا يعني، وشيوخي اولا الشيخ محمود التهامي والشيخ طه الاسكندراني واستاذ مصطفى النجدي واستاذ اسلام منير. طبعا احب اشكرهم كتير جدا، واحب اشكر استاذ مصطفى طبعا ان هو دعمنا ان احنا نيجي في برنامج جميل زي ده، وقناه يعني ما شاء الله كبيره زي دي. واحب طبعا اشكر الحضور، وان شاء الله يعني نقدم حاجه احسن من كده قريب ان شاء الله. في حاجه ارهاب عايزه تقوليها؟ يلا فرصه. ها ايوه طبعا. طبعا احب اشكر اول حاجه عيلتي طبعا اللي مدعماني واقفه جنبي. تاني حاجه عيلتي التانيه، واللي طبعا يعني مهما اتكلمت ومهما وصفت فيهم ما اقدرش اقول اي حاجه، لان الكلام ما يقدرش يوصفهم. اشكر الشيخ محمود التهامي طبعا، الشيخ طه الاسكندراني، الشيخ طه حسين، استاذ مصطفى النجدي. احب اشكرهم لان دول بالنسبه لي عيلتي التانيه، واشكرهم على المجهود اللي بذلوه معانا والمكانه اللي وصلونا ليها، ودايما معانا دايما معانا. هم دايما عباره عن شجره مثمره دايما، بمعنى الاصح دايما دايما بيدينا العطاء. اتفضل يا استاذنا. طبعا احب اشكر عيلتي طبعا، خاصه والدي ووالدتي واخواتي طبعا اللي هم واقفين جنبي طبعا، اللي انا اوصل للانشاد والابتهال والقراءه. وان شاء الله اشكر برضك اخواتي اللي هم ادوني الفرصه ان انا ابقى معاهم في الفريق ان شاء الله، ونقدم حاجه تبقى كويسه ان شاء الله. استاذ حسام. انا اولا ان شاء الله كده اشكر الحاج مصطفى الكحيلي انه اتاح لنا الفرصه،
وانه اتاح الفرصه للشباب، لكل شاب عنده موهبه. واشكر اهلي اللي دعموني، واشكر دايما اهل قريه العتامنة اللي بيدعمونا وبيقفوا جنبي، واشكر والدي الاستاذ يوشي زيدان اللي دايما بيدعمني، وان شاء الله هنقدم لكم حاجات افضل من كده بكثير. استاذنا لا سامعينك سامعينك. انا اول حاجه وقبل اي حاجه اشكر دول بصراحه، من هم اللي بيقولوا ده يعني حاجه مش قليله. احنا بنمدح مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فانا احب اشكر كل واحد بيمدح سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. اتفضل يا استاذنا. طبعا احب اشكر اي حد بيهتم بالموهوبين في مصر، لان الموهوبين في مصر كتير والشباب كتير جدا عندهم مواهب، بس بيحتاجوا ان حد ينمي البذره اللي جواهم ديت. فاحنا بنشكر اي حد بيلعب على النقطه دي، وان هو ينمي الشباب دول، ربنا يجعله في ميزان حسناته. طبعا احنا بنعمل حاجه الحمد لله يعني بنبص بيها للاخره بتاعتنا. احنا بنمدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فبنتمنى ان احنا يا رب الجوار لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا استاذنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد. والله انا اولا يعني احب اشكر والدي ووالدتي، يعني دايما العنصر الاساسي اللي في الاسره اللي هو اللي بيقوم الانسان. فالانشاد الديني شيء جميل، وربنا ان شاء الله يعني جعلنا نافع للنبي صلى الله عليه وسلم في مدحه وكريم ان شاء الله. احب اشكر كل دكاترتي في الكليه طبعا، لان يعني الناس ديت بتوقف جنب الموهوبين برضه في الانشاد الديني. واشكر الاستاذ حسام برضه والناس اللي معانا دي، اخواتنا اللي خلونا شرفونا ان شاء الله، واشكر القناه الجميله ان شاء الله. اهلا بك يا استاذ. يلا يا سمعنا يا نور النبي. نور المدينه. حبيبي سيدنا النبي أصل الجمال، الجمال هو الجمال كله، الشمس ويا القمر اتخلقوا من ظله. جبريل دليل النبي في الإسراء والمعراج، وفي ساحة الزاد كان النور اللي بيضلوا. يا نور حبيبي يا نبي، الله نالت علينا منور يا نبي، الله يا نور المدينة حبيبي يا نبي، هلالك علينا منور يا نبي، يا حبيبي يا نبي، الله يا شفيعي يا نبي، الله يا حبيبي يا نبي، يا شفيعي يا نبي. أنا مغرم صبابة في حبك يا نبي، يا نور المدينة حبيبي يا نبي، الله هلالك علينا منور يا نبي، يا حبيبي يا نبي، يا شفيعي يا نبي. يا نبي، يا حبيبي يا نبي، يا شفيعي يا نبي.
أمنياتك يا أستاذة نوارة للفرقة مستقبلا إن شاء الله؟ إن شاء الله. يعني هو فكرة الفرقة أساسا يعني بدون ما أطول، يعني فكرة الفرقة كانت من سنة، وكنت بس بحاول إن أنا أجمع الناس، أحاول أجمع ناس على قدر المسؤولية دي أول حاجة، وأستاذ حسام مساعدني في ده طبعا، جاب ناس ممتازين ما شاء الله عليهم يعني. فأمنياتي للفرقة إن يكون لينا مستقبل طبعا باهر، وإن شاء الله يعني تكون بداية خير عند حضرتك إن شاء الله. طبعا بدايتنا مع حضرتك يعني أول ظهور مع حضرتك الفرقة إن شاء الله تكون بداية مبشرة، ونكون إن شاء الله في حفلات بقى وندعو حضرتك طبعا، ده شرف لينا يعني إن شاء الله نعمل حفلات بأمر الله في الرابع والساقية ساقية الصاوي بأمر الله، ونكون إن شاء الله على قدر من المسؤولية كفرقة، ونفرح ونكبر كأخوات أولا وعيلة وبعد كده فرقة. ربنا يفكه ان شاء الله باذن الله. اسمع عليها ان شاء الله يا استاذ المسكفاح. اتفضل يا ريس. يا المسكفاح المسكفاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح، لما حضرنا ابا الزهراء. المسكفاح المسكفاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح، ثم حضرنا ابا الزهراء. اشكي لمين وجدي وحالي، الله الله، النور لاح النور
شاء الله. رهام، لو اتيحت للفرقة السفر للخارج، أي البلاد تحبي أن تحيي أولى حفلاتها في الخارج؟ في الخارج أحب أول حاجة أحب بجد دبي. دبي. هو أنا أي نعم يعني إيه؟ يعني طلع يعني أنا طلع في كتير قوي، بس بجد أتمنى دبي. نناشد المسؤولين في دبي إقامة أول حفلة لفرقة أنوار النبي في دبي إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن شاء الله. هل اسمع يا أستاذنا؟ الليلة عندكم عين. اتفضل. الليلة عندكم عيد يا أحمدية، مولد رسول الله خير البرية. الليلة عندكم عيد يا أحمدية، مولد رسول الله خير البرية. الليلة عندكم عيد يا أحمدية، نصيحة تقدمها للشباب أصحاب المواهب. يعني يا ريت الأول أول حاجة علشان تنمي موهبتك لازم أول حاجة يكون عندك ثقة في الله إن أنت عندك الموهبة ديت، وإن الموهبة ديت ربنا إديها لك، فلازم تنميها زي البذرة بالظبط، ازرعها عشان بس ازرعها في التقوى بالله. يعني لازم الأول يكون عندك حكاية ثقة بالله والإيمان بالله. يعني هتلاقي الناس كتير الأول بتقول لك لا أنت مش هتوصل قدامك، يعني أكتر حاجة هتقابلك اليأس. فالاول لا بثقتك بالله طبعا وقربك من ربنا هو اللي هيقربك. يعني احنا معظمنا اصلا كان في الاول في الانشاد نفسه يوصل، بس في ناس كتير قالت له لا مفيش خلاص ايه الطريق قدامك مسدود. بس الحمد لله دلوقتي بقينا على التلفزيون باذن الله، وفي ناس كتير يعني ايه هسمع باذن الله ان شاء الله صلى الله عليه وسلم. يعني ان شاء الله في بدايه الطريق في مجال الانشاد الديني او المدح للرسول صلى الله عليه وسلم بتكون في عقوبات وبتكون في صعوبات، فبيكون في مواهب كده عاوز اللي يهتم بيها وينميها. يعني فنرجو على قدر المستطاع من المسؤولين او اي حد مثلا كمولانا الشيخ محمود التهامي والشيخ طه الاسكندراني
والميسر مصطفى النجدي دول يعني ناس أصحاب فضل علمونا بما فيه الكفاية وما زالوا بيعلمونا. فنرجو إن شاء الله قدر المستطاع إن كل أي حد عنده المقدرة إنه ينمي موهبة يهتم بها. معلش زي تكملة الكلام إخوتي إن يعني من ضمن الصعوبات إن أيام كان في حاجة اسمها إزاي تبقى منشدة، إزاي يعني إزاي البنت تطلع تبقى منشدة، دي كان فيها يعني كان فيها صعوبات أكبر بكتير من الشاب بيواجهها. لكن الحمد لله طبعا يعني أنا طبعا يعني أكرر شكري للنقيب المنشدين والمبتهلين في مصر الشيخ محمود التهامي، لأن ده طبعا يعني الأستاذ الأول طبعا يعني عمل النقابة بقى يحتضن كل الشباب، الشابات والبنات والنساء يعني كلهم اللي عايزة تنشد بينملها الموهبة، يعلمها المقامات الموسيقية على طريق الموشحات الدينية. وغير كده كمان يعني هنا في مصر بالذات الانشاد مش واخد حقه الكفايه قوي، او الابتلات او قراءه القران عامه اللي هو المجال الديني قوي دلوقتي. اللي مثلا عايز لا اللي عايز يوصل قوي اللي هو المغني المهرجانات يعني بتخش في بسرعه كده راسه عايز تنشد وتمدح الرسول صلى الله عليه وسلم وتبتلي. لا لا ده في مصر مش قوي، مع ان مصر المفروض فيها الازهر، الازهر المفروض يعني الازهر ده اللي بيصدر الاسلام المفروض يهتم بحاجه زي دي، بس برضو بتيجي تلاقي الاهتمام مش قوي. واحنا نتمنى اساسا ما الاهتمام ها في اكتر من اهتمام تاني ده شرف في اكتر من انشاء تاني واحنا نتمنى يعني زي ما في برامج The Voice Kids يكون في الانشاد الديني زي كده والابتهالات في مصر وبره مصر طبعا. يعني في دول بره اساسا بتحيي التراث الديني ده اكتر من مصر فعلا كمان. زي ما ان احنا مصر اساس الانشاد الديني مسابقه يعني الشارقه طبعا يعني معظم اللي بيكسبوا الانشاد الديني مصريين عشان احنا عندنا تراث واخدينه من جدودنا تراث. فاحنا يعني نتمنى يكون في مسابقات كتير للناس ديت، مش لازم اغاني اصلا، مش كله هدف. تلاقي الاب بيشجع ابنه يقول لا انت غني ومش عارف ايه ويبكي ويسجد طبعا ايه مش فاهم، لكن انت في الانشاد انت حاجه كويسه. انا استاذ عصام يعني من الناس اللي بدات في مجال الانشاد الديني، بدات من 3 سنين. انا من قريه اسمها قريه العتامنه تبع محافظه اسيوط. معلش ساعه ما بدات جديد كان اصحابي وحبايبي كانوا بيدعموني، يعني انا حاليا اهل البلد تما ما شاء الله بيدعمونا وبيقفوا بجنبينا وبيسندنا، والحمد لله الحاج مصطفى الكحيلي اتاحنا الفرصه واتاح لباقي الشباب. نسأل الله العلي العليم ربنا يجعلك في زي الحسن. الشكر موصول للقناه برده ولحضرتك اللي خير استضفتنا. يعني هنسمع يا ان شاء الله يا قدس انا يا روحنا اتفضل. يا قدس انا يا روحنا يا قبلة الاجيال، يا ارضنا يا ظلنا دسوك بالاوحال، يا قدس انا يا روحنا يا قبلة الاجيال، يا أرضنا يا ظلنا دسوك بالأوحال، سنحط فيك رحالنا مهما الزمن قد طال، ستدوسهم أقدامنا ونعيدهم أسمال، كل الذين استعمروا كف حكمهم قد زال، واليوم فيك شراسم أجمعها الترحال، من كل قطر شرذم ليس له أصال، هيهات أن تبقي لهم وبنادم قد سال، هذه فلسطين التي أطفالها أبطال ضد الاحتلال، والمسجد الأقصى الذي باركه المتعال قد قال فيه آية خشعت لها الجبال، مسرى النبي محمد سبحانه من قال، عيسى ابن مريم سيدي بيت الأفاعيان، في قدسنا الأقداس قد طالت به الآجال، يا مريم العذراء سيدتي أنت البتول وهاهم الأوحال، وتاجك الكريم قد سرقوا وكسروا الصلبان والأقفال، يا قدسنا يا قدسنا. الله 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 عليك. مثلك الأعلى نجم في الإيقاع
مثلك الاعلى. لو قلت مثل اللي في مصر قول يا قول براحتك يا ريس. بص هو حبيبنا هنا في مصر طبعا عم سعيد ارتست، تمام، راجل خبره وكبير سنا ومحترم قوي، لكن في المجال نفسي يعني الاستاذ كاتسي اللاوي، راجل فلسطيني وعلى راسي من فوق، عشان الناس ما تزعلش بس على الميديا. لا لا خالص، احنا ممكن نستمد فننا من الناس بره. ايوه زائد تراثنا يعني. يعني مثلا اعلى راجل مش مصري بصراحه يعني. لا احنا كلنا كلنا عرب. لا كلنا عرب طبعا. ده مصر قطعه يعني من صح. يعني الباقيين كلهم حبايبي فوق راسي. لا يا عم كلنا اخوه والله. عاوزين مفيش فرق بينا يا استاذ حسام. عاوزين نختم بحاجه كويسه. يلا تمام نختم بقمر. في تصاعد انفاس وقمر الختام اللي تشوفه. صوت طيب يلا اللي الاثنين ورا بعض ان شاء الله. يا رب يا ربي تصاعد انفاسي اليك عتاب وكل إشاراتي إليك خطاب يا رب يا ربي تصاعد أنفاسي إليك عتاب وكل إشاراتي إليك خطاب وإن لاحت الأسرار وإن لاحت الأسرار فهي رسائل فهل لرسالة المحب جواب فليتك تحلو والحياة مريرة يا رب وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. قمر ان شاء الله قمر استاذ النوار. واجمل منك لم ترى قط عين واكمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمر وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطر ويبقى إذا
الله 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 يا رهام. نعم صح معانا. ايوه طبعا. طب عاوزين حاجه نختم بيها لاحد المشايخ واحد المداحين. تحب لمين يا شيخ؟ تحب لمين؟ تحب تسمع اللي تشوفوه انتم. كل القلوب الى الحبيب. يلا يلا يلا. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. كل القلوب، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا، أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ما شاء الله. في نهاية حلقتنا نود أن نتقدم بخالة الشكر لفرقة أنوار النبي عليه الصلاة والسلام والسادة الضيوف، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نعاود ونكرر هذه الحلقات في مصر وخارج مصر إن شاء الله بإذن الله تعالى. ونشكركم على حسن استقبالنا ليكم إن شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا أستاذ حسام، ونشكركم جميعا وإلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله بإذن الله تعالى.